ازاي البضاعة ما وصلتش؟ أنا باعت رمزي بيها لغاية أسوان من 3 أيام. أيوة، مديله العنوان في أسوان. حاضر يا معلم، حاضر، هشوفه وأكلمك تاني. حاضر، ماشي ماشي، مع السلامة. يخرب بيتك يا رمزي، يخرب بيتك، اعمل لك ايه بس؟ قلت لك اسوان اكيد وديها السودان، ده قادر ويعملها، قادر. السلام عليكم. انت عامل لي فيها بكار؟ البضاعه فين يا وديت البضاعه فين؟ بص يا دولا، احنا راكبين القطر عادي جدا، فلقيت القطر يعني ايه في محطه، فساعتها هموت من جوع، فيا دوبك يا دولا نزلت عشان اجيب يعني بقسومات يعني وجبنه نستون. يا فالح، القطر سابك وماشي. لا يا دولا ما سابنيش، اللي رجعت لقيته، بس ما لقيتش بقى الشنطه اللي فيها البضاعه. اعمل لك ايه؟ والله ما عارف اعمل لك ايه، كل يوم بمصيبه، كل 3 دقايق بكارثه، اعمل لك ايه؟ والله ما اعمل ايه؟ انا حاسس ان انا مشغل واحد معاه في البازار عشان يخرب بيتي وخلاص، زي انا حاسس ان لو غفلت عنك بس دقيقه واحده هتولع لي في البازار، زي ما اكون مشغل عندي انبوبه في البازار، اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ مش عارف اعمل لك ايه طيب؟ اعمل لك ايه؟ مالك يا رانيا؟ ما فيش، ماليش. لا بس ملامح وشك بتقول ان في حاجه. ملامح وشي دايما غاويه اشعاعات. لا مالك بجد يا ديدي؟ رمزي يا ستي مخسرني النهارده فوق ال 3000 جنيه، انا حاسس ان انا مش بشغله عندي، انا حاسس ان انا بلعب بيه قمار. ما هو انت بصراحه غلطان يا بيبي، بصراحه يعني انت لازم تفصل ما بين صله القرابه وكرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والميلوجين اللي بينكم وما بين عملك. يعني انا عايزه اقول لك ان اللغه الوحيده ما بين رجال الاعمال في العالم هي لغه البيزنس. عندك مثلا اشهر رجل اعمال في العالم بيل جيتس رفض يشغل ابن خالته عنده على الرغم من حيلات العيله كلها. يا سلام، رفض يشغل ابن خالته؟ طب وخالته عملت ايه بقى على كده؟ ولا عرفت تتصرف ولا تعمل حاجه. لا بس انا سمعت ان خالته دي بنت لذينه، حطيت الموضوع ده في دماغها وما رضيتش بقى اتجوزوا بنتها، دخلت دي في دي. يا سلام، لو النبي عادل ما تلخبطنيش، انا ما وصلتش للمعلومه دي في الموسوعه، ارجوك خلينا في رمزي احسن. ما احنا كنا في رمزي، انت اللي خدتيني في جوله حول العالم. طب خلاص يا سيدي انا غلطانه. عموما يعني حلا لمشكلتك، انا شايفه ان اوسط الامور الوسط، يعني انت مثلا تجيب حد مع رمزي. اوسط الامور الوسط ورمزي الا اجيب معاه حد؟ ما اكيد هيشرب من غباوته، يبقى بدل ما يبقى عندي واحد غبي هيبقى عندي جوز اغبياء. يا نونا الحل. اوبا، اقول لك على الحل، هو بايخ شويه، انت بقى تمشي رمزي، هو ده الحل الوحيد بصراحه. لا امشي ايه بس يا رانيا؟ يعني ضميري ما يسمحليش ان انا اعمل حاجه زي كده، مين هيستحمله لو اشتغل مع اي حد؟ ما حدش هيستحمله. اقول لك على حاجه، انت تمشي رمزي وتفضل ممشي له مرتبه لحد ما الاقي شغل تاني. صدقي فكره هايله، فكره هايله، صح، ادي له مرتبه ويبقى كمان وفرت الخسائر اللي بيعملها لي كل يوم. مظبوط، انت بكره الصبح تروح تعمل اعلان في الوظائف الخاليه في الصحف السياره. لا 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 لا، مشكله حكايه الصحف السياره دي، لو عملت اعلان وظائف خاليه كم ناس عاطلين هيجولي، عندنا بطاله على الاقل 90 مليون من 70 اللي عندنا دول. لا احسن حاجه اشوف حد خبره وليه فكره، عنده فكره بقى في موضوع اللي هو البازارات ده. الوحيد اللي يقدر يفيدني في الحكايه دي المعلم مهرجه. ازيك كده يا معلم مهرجه، وازاي تماثيلك؟ بتبوس الايادي يا معلم عادل. يا سلام، للدرجه دي تماثيلك بتعزني؟ يا بتعزك وبس، هو في تمثال يا راجل ما يعرفكش؟ ده التمثال لا مؤاخذه من وهو في بطن امه بيؤيد ويبايع المعلم عادل. هي فيها مبالغه شويه لكن عموما تشكر يعني يا معلم. انا بس كنت قصدك النهارده في طلب كده. من عينيا، ده انت تامرني، هقول ايه؟ خيرك مغرقني، كفاية عملية الحرانية الأخيرة. الله 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 يا معلم، طب ما أنا طلبت منك يا معلم تشاركني من النص في البضاعة، أنت اللي قلت لي بضاعة خسرانة، يعني أنا ما تأخرتش في حاجة، ومع ذلك أنا نص ساعة وأجيب لك البضاعة اللي أنت عايزها من البازار. يا جدع خلاص، ما إحنا قلنا بقى إن إحنا إخوات، والبضاعة عموما ما راحتش بعيد، راحت لأخويا. واحد يا معلم عدولة. ده العشم برضه يا معلم.
وانا بس اخش في الموضوع على طول، انا طالب حد يشتغل عندي في البازار. يا سلام، كلنا صبيانك يا معلم عادل، بس يا ريت تقول لي بقى امتى بقى اخويا استلم المقاشه والجاروف؟ ما هو خلاص بقى زمن المعلمين بح. ليه كده بس يا معلم؟ لا سمح الله وانا هطلب منك حاجه زي كده، انا طالب منك بس تشوف لي صبي يجي يقف معايا في البازار. اذا كان على كده سهل قوي، بكره يكون عندك. وبكره ليه؟ النهارده يكون عندك. ميل يا واد عمي، ميل وسجيني. رمزي انا عايزك يا رمزي. رمزي انا اقول لك على حاجه يعني، واحتمال تزعل. هو اكيد مش اشكال تزعل يعني، انا صراحه مش فارقه معايا يعني، مش متاثر. دول انا عمري ما ازعل منك يعني. في ايه؟ بص يا رمزي، في واحد هيجي يشتغل في البازار. ياه، اخيرا بقى دولا فهمتني وجبت لي كده عيل بقى يريحني واقعد اشربه الصنعه بايديا. صنعه ايه اللي تشربها؟ تشربوا الواكسه، تشربوا الخيبه، صنعه ايه؟ بص يا رمزي، هو هيشتغل مكانك يعني، عشان انت مرفوض يا رمزي. بتحب تهزر انت. اهزر ايه؟ انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. انت مرفوض يا رمزي، انا خلاص رفدتك، وده هيجي يستلم الشغل مكانك. خلاص انا كفايه استحملت كم الخسائر اللي انت سببتولي طول عمرك فلغايه كده، وحلو قوي. مرتبك ماشي يا رمزي، مش هتخصم منه ولا مليم، بس اهم حاجه ما اشوفكش في البازار. هتتكل على الله من بكره، من النهارده، من دلوقتي حالا. يلا بره 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 بر. ما تقطعنيش، ما تقطعنيش، ما تتكلمش معايا خالص. بره بره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. برنس الناس. اهلا وسهلا. معاك امين من طرف المعلم مهرجه. اهلا يا امين، اقعد اتفضل. معلم مهرجة صراحة يعني بيشكر اللي فيك كتير قوي. معلم مهرجة ده باشا اللي مربينا من واحنا عيال صغيرين، ده هو اللي مكتشفني. يا سلام، هو اللي مكتشفك؟ كان بيحفر ولقاك ولا ايه؟ لا، في عيد ميلادي 13 دخل علي معلم مهرجة وفي ايده حتة صلصال صغيرة كده، هدية عيد ميلادي يعني. يا دوبك يا دوبك يا باشا دخل شرب الشاي مع ابويا، خرج لقاني نحتها مسلتين ومدخلها راس في راس مع كاميرا كتفيت خواجة روسي. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوة دي؟ واضح يعني ان انت قديم في المهنة يعني، بس انا ما سمعتش عنك صراحة قبل كده. انت من جيل ايه؟ انا يا سيدي اوعى على ترميم مناخير ابو الهول، ده كان ايام بقى المعلم التماثيل الكبير الله يرحمه. يعني نفس الجيل تقريبا، بس انا بعد كده بقى هاجرت الاقصر بعد احداث 97. رحت الاقصر بعد ضرب السياحه؟ رحت تعمل ايه؟ تطبطب عليها؟ رحت ادفع ضريبتي كمصري بيحب وطنه ومهنته. الله الله، امين انت شكلك هتعمر معايا حته. نعم يا استاذ عادل. هات كوبايه شاي لامين. حاضر. اعتبروا المكان مكانكم. صباح الفل يا باشا. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي؟ الناس دي كلها جت امتى دي؟ دي استفتحت معامله بس يا باشا، وبعدين انا احب اكون على مستوى عتبتها لا مؤاخذه. ايوه بس يعني وقعت عليهم ازاي دول؟ ابدا يا باشا، تليفون صغير بس لصاحبي جون باولو، سكرتير اول في مركز الثقافي التشيكي. الراجل اول ما قلت له ما تاخرش عليا، راح بعت لي فوق كامل من المطار على هنا على طول. حاجة جميلة جدا، ده انت على كده بقى ليك علاقات كتير بالمراكز الثقافية دي؟ علاقات؟ يا باشا انا ليا في كل سفارة واجب وفي كل قنصلية جميل مستنيين بس يردهولي، عشان كده بقى تلاقيني عامل زبون حلو، حلو حلو يعني، لأن أنا بشوف السائح من دول ألغيه وقتي، ما استناش، واخد بال سعادتك؟ شوف بعرق سوس، سندوتش في الكلور، غير بقى السلطات بتاعتهم، ربعين كبدة بالحبشتكنات بتاعتهم، آخد السائح من دول أركبه جمل، زقزقة في المولد، وهم بقى بيفرحوا بالحاجات دي قوي. يا سلام، انت بتتعامل مع السائح كانه ابن اختك الصغير اللي انت واخده وتفسعه يعني. تمام يا باشا، وكده تضمن انك خدت السائح تحت باطك على طول. لا بعد كده مفيش بقى اي اتوبيس فيه افواج سياحيه يعدي من تحت باطك. ها عليا يا استاذ عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. ايه عايز ايه كده دوله كده؟ تبيعني علشان خاطر ده 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 اللي انت مستهتر بيه ده؟ النهارده مدخل لنا 2000 جنيه، عارف يعني ايه 2000 جنيه يا استاذ؟ طب ومن امتى كانت الفلوس بتفرق معانا يا دوله؟ من امتى؟ فلوس ايه يا ابو فلوس؟ وانا شفت من وراك فلوس اصلا. بص يا رمزي، انت ايه اللي جايبك دلوقتي؟ انا عايز اخد حاجتي. حاجتك ايه يا ابو حاجتك؟ ايوه حاجتي يا عم. حاجتك ايه؟ كنت شايل فلوس عندي في تمثال جبس وجاي تكسره تاخدهم؟ بص برضه هتقعد تتكلم في الفلوس، يا عم الفلوس ما تفرقش معانا.
انا عايز بنطلون البيجامه المخطط بتاعي. بنطلون بيجامه هو اولا مش مخطط، بنطلون ابيض وانا اللي مديهولك، وقبل كده هو قلت لك انه عشان اسر عليا اتبرعت لك بيه في يوم اليتيم، جاي عايزه؟ ماشي ماشي يا رامز. بسرعه بس بسرعه. حاضر حاضر اجيبه لك بسرعه، انا عامل حساب اليوم ده وعامل انك هتتلكك على اي حاجه. بسرعه عشان اتخنقت. حاضر يا سيدي، وادي العصايه اللي انت كنت فاكرها نايا اهي بتاعتك عشان ما تجيلهاش مره ثانيه. اتفضل. وادي البنطلون بتاع البيجامه بتاعتك. ايه ده؟ لا البنطلون ده مش بتاعي يا عم، التاني كان رقعته من ورا. ما هو ده رقعته من ورا، انت كنت بتلبسه والمشقلب يخرب بيتك. طيب فين فرده الشراب الكحلي بتاعتي؟ فين فرده الشراب بتاعتك؟ انت عملتها كوره في رمضان اللي فات لما كنتوا بتلعبوا كوره مع فريق بتاع شارع ال 30. ماشي. عايز حاجه تاني؟ استنى استنى، البنطلون ده كان فيه 75 قرش يا دوله، 75 قرش وميداليه على شكل رمسيس كنت سارقها من وراك. الميداليه اللي انت كنت سارقها من ورايا اللي اساسا دي بربع جنيه، ومع ذلك انا خدتها. عايز ايه؟ تروح تبلغ البوليس؟ روح بلغهم قول لهم ان انا سرقت منك الميداليه اللي انت سارقها مني. انا مسامحك يا دوله، مسامحك عشان تعرف ان انا يا دوله مش هحط ابن عمي لحمي ودمي في موقف زي ده. موقف زي ده ايه يا رمزي؟ انت جاي دلوقتي عايز ايه؟ انا مش فاهم، انا مش فاهم. رمزي يا ابني احنا مش اتفقنا خلاص ان انا رفدتك وان اجرك ماشي زي ما هو؟ وادي يا سيدي اجرك اهو. ماشي ازاي يعني؟ ماشي، اجرك هتاخده اهو كامل ومش هيتخصم منك مليم يا رمزي. اتفضل، لاول مره في حياتك بتاخد اجرك كامل اهو. لا 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 يا دوله، والنبي اخصم لي منه، ما تحسسنيش اني مرفوض. يا رمزي خلاص خلي الفلوس دي معاك عشان انت مش قاعد هنا في البازار، هتاكل وتشرب منين؟ ولو احتجت اي حاجه يا رمزي، ها اي حاجه، انا ابن عمك برضو، تيجي تقول لي على طول. خلاص يا رمزي. دولة حبيبي. خلاص يا رمزي خلاص. دولة حبيبي. خلاص ما تستخدمش القميص كده يا رمزي. خلاص خلاص يا رمزي ما تضايقنيش. خلاص يا رمزي. خلاص يا رمزي مخصوم منك 10 ايام. رانيا 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 رانيا. ايه يا روح؟ مالك جاي منتشي قوي كده ليه؟ الحمد لله الحمد لله يا رانيا، اخيرا عندي احساس النهارده زي احساس نصر 6 اكتوبر، عيد تحرير سيناء، كاس الامم الافريقيه. اخيرا اخيرا خلصت من رمزي وربنا كرمنا النهارده اخر كرم. بصي شايفه فلوس قد ايه جت لنا؟ خلاص خلاص هنعوض بقى سنين الحرمان والغباء اللي عشناها مع رمزي دي، ونحقق كل احلامنا ونجوز ياسمين بنتنا. الحمد لله يا رب، الحمد لله رجعت لي عن اللي بحبه تاني. ثانية واحدة ثانية واحدة. أيوه أيوه أيوه. يا دولة حبيبي. حسين حسين. يا دولة إيه اللي جاب الزفت ده هنا؟ منك لله منك لله رجعت لي عن اللي بكرهه تاني. إيه دولة أنت هتسيبني كده واقف على الباب يا دولة؟ أنت عايز إيه؟ عايز إيه؟ أنا مش خلاص رفدتك يالا؟ أنا مش رفدت، أنت مش فاهم يعني إيه رفدتك ولا إيه؟ إيه ده؟ مين؟ رمزي؟ اتفضل واقف على الباب ليه؟ ازيك يا مرات عمي؟ كده يا دولة ترميني رمية الطفل اللي باباه غدر بمامته وسافر الامارات بعد ما كتب عليها بيوم. يا دولة افتكر لي اي لحظة حلوة جمعتنا سوا. اي لحظة حلوة؟ انت هتغني لي وانه لحظة حلوة اللي جمعتنا سوا دي؟ انا ما شفتش منك اي لحظات خالص، كل ما بتيجي في دماغي بفتكر تمثال كسرته، افتكر ورقة بردي قطعتها بالنص، افتكر سايح دخل عندنا البازار وخرج من البازار يا عيني دمعته على خده ورجع بلدهم ونوى ان هو ما يرجعش مصر تاني، كل ده اللي بفتكره لك. انه لحظة حلوة. معلش يا عادل، المرة دي رجعه على ضمانتي. ابوس ايدك يا مرات عمي، ابوس ايدك حنني قلبه عليا. والنبي يا مرات عمي، فاكره لما كنت بتبعتيني السوق استقضلك حاجات؟ فاكره يا مرات عمي؟ طول عمرك خدوم. خدوم ايه بس يا ماما؟ خدوم ايه؟ لعلمك بقى هو اعترف لي قبل كده لما انت كنت بتبعتيه السوق يشتري خضار كان بيتعمد يشتري خضار بايظ عشان ما تبعتهوش تاني. صح، طول عمرك ما عندكش ضمير. طب اتكلمي انت يا حته مرانيا بقى، بذمتك انا مش كنت بروح اجيب لك ازايز رغاوي بتاعت الحموم؟ طول عمرك خدوم يا رمزي. خدوم ايه بس يا حماتي؟ ازايز الرغاوي بتاعت الحموم دي اللي هي الشامبو، عارفه كان بيعمل ايه؟ كان بيشتري بقى ازايز فاضيه بتاعت شامبو ويقعد يحط فيها زيت وبطاس، وعشان يعمل منها رغاوي كان يحط بغبائه ازازه الشامبو كده اهو ويقعد يرغي يقعد يرغي جنبيها، مش كده؟ طب انت اخر مره استحميتي فيها كان امتى يا حماتي؟ امبارح.
ما حسيتيش بأي حرقان مثلا ولا حاجة وانت تستحمي؟ انا حسيت بحرقان وهرشان كمان. اهو الهرشان ده بقى من البطاس اللي بيحطه على الزيت بتاع الاكل. جامي هاو دير يو جو تو هيل. ربنا يخليك. شايف ربنا يخليك ايه؟ بتقول لك جو تو هيل يعني اذهب الى الجحيم ومواصلتك عندنا رمزي. يا دولة. طب ياسمين ابوس ايدك. يا ياسمين يا حبيبتي. ياسمين دي بالذات اللي فاهمك كويس قوي. فاكره يا ياسمين اما كان بيقعد يقول لك ياسمينه يا كلبوزه؟ اه كلبوزه دي شتيمه. ما انا عارفه. وكان بيقطع كراسات الواجب عشان يعمل طياره ورا وبرضه ما كانش بيعرف. كمان ما بتعرفش. طب يا ام ياسمين انت ساكته ليه؟ اهو ام ياسمين بقى نفسها هي اللي محرضاني. خلاص يا رمزي خلاص. ما فيش حد في العيله كلها ولا في العماره ولا في الشارع طايقك يا رمزي. ده ابوك اللي هو ابوك الله يرحمه جاني امبارح في المنام. ايه ده ابويا جالك امبارح في المنام وقال لك ايه يا دوله؟ قال لي تسلم ايديك يا دوله. يا نهار اسود. قال لي ضربت معلم ان انت رفدت رمزي ده خالص. الله يرحمه كان حنين قوي. اصحى. ايه يا حته في ايه؟ انت كل شويه تخضني يا حته. عايز انام شويه. مفيش قعاد هنا من غير طلبات يا حته. انا ده سادس مشروب اطلبه وما اشربوش. مش مشكلتي تشربه تسقي بيه اللبلبه اللي في مدخل بيتكم ده ما يخصنيش. الماركه هنا بيتغير كل ساعه. عينيا. حاضر. انا لسه قابض والله يا حته ومن غير خصم كمان. بس ابوس ايدك بقى. سيبني شويه انام شويه بقى. فوق مطفي لك نور القهوه واولع لك اباجوره اوضه النوم واشغل لك ميوزك. ولو فيها رزاله يعني تولع لي قرص ناموس عشان جسمي بياكلني. لا هي فيها رزاله. تحب سعادتك حاجه معينه على البريكفاست؟ الصراحه نفسي في البيضه وسمنه اللي كنت باكله مع دوله. طب ما تروح له هو يقوله لك. لا ما اصل هو خلاص طردني يعني علشان انا غلطت. بس هو اكيد هيرجعني تاني. ده حنين قوي. انت تستاهل اللي يتعمل فيك. ايه ده ايه ده؟ ما كنا ارتحنا من الواغش ده. ايه اللي رجعهم تاني بس؟ ولا حتى. انت تعرف الواد ده؟ ده الواد امين الحرامي. عيل خيرت كده مشموم. امين الحرامي. بص انا ما اقراش في حياتي غير الغباء. يا عم انا مالي ايام ماليش دعوه. انت مركز معايا ولا ايه نظامك؟ مركز. اتفقنا يا عم. العمليه دي مش جايبه ثمنها. ده عمليه نقل كبيره واقل من 500 ورقه مش عامل ايدي. شكلهم باعوا البضاعه كلها. يا عم بقى ما تحسنش ان انت هتنسى في جبل المقطم. ها وتلف لي بقى على كتفك. بس العموله على مخاطره العمليه مش على حمولتها. ما تتسد انت وهو بقى. لا تفتحونا. الله بقك لف الكهولك. يا لهو يا دوله يا لهو. يا جدعان افهموني افهموني. انا في البازار الكل في الكل ومحدش هيشك فيا. وبعدين صاحب البازار اهبل ومسلم لي دقنه. يا نهار ابيض يا دوله. هينت فولك دقنك. هينت فولك دقنك. هينت فولك دقنك. ايه يا عادل بقالك يومين قاعد في البيت يعني؟ انت قافل البازار ولا ايه؟ لا بالعكس فاتحه وشغال تمام والتماثيل مية مية. على فكرة الواد اللي اسمه امين ده فعلا هدية من السماء. خلاص انا مش مهم اروح البازار كله تمام. انا معاك ان هو كويس حسب كلامك يعني. بس برضو انت لازم تبقى حريص لان الضربة لا تأتي غير من اقرب الناس ليك. واحنا مش عايزين نكرر مأساة ريتشارد كبد الاسد لما اهم حلفائه خانوه. ريتشارد كبد الاسد؟ ايوه صح صح صح. هو كان بالاماره يعني ريتشارد كبد الاسد ده كان فاتح عربيه كبده في انجلترا وكان رايح يصطاد يعني شويه عيش فرنساوي ده عشان سندوتشات الكبده. رجع بقى على انجلترا لقى حلفائه خانوه وفشوا درج العربيه وخدوا اراضي اليوم ولاد اللذين. بس انا عايز اقول لك على حاجه. لو سمحت ما تستهونش بكلامي لان كلامي في منتهى الاهميه. حرص ولا تخون. يا رانيا يا حبيبتي انا محرص كويس جدا. وبعدين لعلمك انا عملت حركه خبيثه. انت عارفه بقى جوزك لما بيتخابز بقى. رميت له 5 جنيه على الارض. قلت اشوف بقى رد فعله هيبقى ايه. راح موطي جاب ال 5 جنيه واداها لي. بقول لك امين وهو امين. راح نخلص نخلص قبل حد يطورنا بقى. يلا مش خلاص. السلام عليكم. انتوا مين؟ سلام الله وبركاته. احنا بننظف البازار.
طيب ربنا يوفقك. ربنا يخليك. اي خدمه؟ لا كله تمام. الاخ رمز. امين. السلام عليكم. ماشي ماشي. يلا يا شيف. ايه ده؟ بتنضفوا البازار يعني بتسرقوه يا حراميه؟ انا عندي شويش يا شويش. يلا يا مين. ايه ده؟ باع البضاعه كلها؟ ايه الحلاوه دي؟ بالخزنة بكل حاجة. يا نهار ابيض والله الواد ده هايل. ايه الصوت ده؟ رمزي انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلت لك 100 مرة ما تجيش هنا؟ هتعمل لي فيها مخطوف والله لو عملت لي فيها مشنوق. اطلع بره يلا اطلع بره. عايز ايه؟ عايز ايه؟ امين سرقك يا دولا. امين سرقك. ايه؟ امين سرقني؟ ايوه دولا. سرقني ازاي انا؟ ايوه دولا انا شايفه هو والعصابة بعينيا. يعني انا بيتي اتخرب؟ بيتي اتخرب. ما تقلقش يا دولا انا عارف هما فين. بينا بسرعة على القهوة. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. انت هتعمل لي فيها طهر البطريق. فارم عليكم يا رجاله. لا اصل في صحيح يا واد يا امين انجزت مهمتك بسرعه واتقان. عيب يا معلمي ده انا تربيتك. يا رمزي احنا نهجم بقى يالا دلوقتي. اصبر يا دوله عشان نعرف البضاعه فين. المهم يا امين البضاعه فين؟ البضاعه معايا هي يا معلمي. الله يخرب بيتك ازاي تجيبها هنا؟ اهو البضاعة معاهم. يلا نهجم يلا رمزي. اصبر يا دولا عشان يبقوا متلبسين. طب انا قلت اجيبها هنا عشان نخلص وتديني بيت حقي بقى. حق قد ايه؟ انت ممكن كده مغفل تودينا في داهية تحبسنا. ايه؟ على رمزي. يلا بينا نهجم بقى يلا. اصبر يا دولا علشان نتأكد يا عم ان البضاعة دي بتاعتنا مش بتاعت حد تاني. اصبر استحمل بقى بعد امتى؟ يا ابني ليه يا عادل؟ بقت التحف دي كلها كنت عايز تاخدها لوحدك. هي هنا بضاعتنا والمصحف هي. اصبر يا دولا بص انا رايح الحمام وارجع تاني. لا خد 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 احنا هنهجم دلوقتي. في حاجه. في الحاجات بتاعتي اتسرقت من البازار. الواد ده ما حدش يتحرك من مكانه. يا حته يا رمزي تعالوا اتصرفوا معاهم. اهو انا محوط عليه ما حدش يتحرك. Ha 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 ha!